كرة القدم يلتحق بنا على المباشر مفد تلفزيون النهار كمال مهوي، ومعه ربما إعلاميين للحديث عن ما جاء على لسان رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم. كمال مهوي تفضل. مساء الخير زميلي حسام ولضيوفك الكرام رضا عباس. بالفعل ندوة صحفية ماراثونية كما سميتها دامت 3 ساعات و10 دقائق، لكنها تميزت بجرأة كبيرة من الصحفيين وأيضا بصراحة وشفافية في الإجابة على الأسئلة من طرف رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زتشي، الذي يلتقي الإعلاميين لأول مرة منذ انتخابه رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم يوم 20 مارس الفارط. بدون إطالة نتواصل مع زميلي مؤمن قسيس مغني، يعني تعرف داري جزء معنا في بلاطو. مؤمن، ربما ما هي أهم المحاور ربما اللي استخلصتها اليوم في الندوة الصحفية تاع خير الدين زتشي؟ اليوم نظن بكل صراحة في أول خرجة لرئيس الاتحادية شفنا أنه فيه شفافية كبيرة في كل التصريحات. صراحة إن كنا نحن نطلب الكثير كصحفيين، نظن أنه الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية كان يعني راح في الى ابعد الحدود في كل التساؤلات، وشفت كمال حتى اثارت يعني غضب بعض الصحفيين، ومن حقنا لما تتوجه ندوه صحفيه الى كونفرنس ديبا، يعني هذا الشيء هذايا من المفروض لازم ان شاء الله نيفيتيوه. باسكو بما انك مختص في المنتخب الاول، ربما اهم النقاط هي الاستقبال منتخب زامبي في ملعب قسنطينة لاول مره منذ سنوات طويله. صحيح. ايضا الراتب تاع لوكاس الكارز اللي هو رسميا 60,000 أورو. بالنسبه للقياده ملحق لك اختيار صائب، انت بما انه هذا الاهم، كيف تشوف هذه الاسئله اللي كانت ربما لاول مره يتم الحديث عنها؟ بارك الله فيك كمال، لما تتحدد راح نبوردي لك في هذا الشيء. اليوم زاد شيء ان بلي نيسي دو بلاس لي سكوب، تما ماشي قتل لي سكوب ولا كان حسينا باللي ما عندوش خيار لقناه او جريده، او يعني عنده انحياز ربما لبعض المصادر الخاصه، وهذا حق كل جريده او قناه، يعني حقنا من تكون عندنا مصادر خاصه وتكون عندنا الاولويه او لا بريمير في الانفورماسيون. سيلمون اليوم شفنا باللي الى ان تي بو دوني تو، لما كنا كمال ولا تشفى اصبحنا لما تغير الملعب اصبح سكوب، لما تتحدث على مباريات الوديه ولا راتب، خاصه راتب الناخب الوطني، نظن اول مره تحدث بكل شفافيه، ولهذا قلت رئيس تشي سكون بو فير سافافور ولا واش نمدوا على حاله، انه هذه المره الرئيس تشي ما خلى اي سؤال يروح يعني بدون ما يعني يجاوب بكل صراحة. شكرا مؤمن.